آخر أسبوع في عام 2015، كيف عاشه الطلاب؟ أبرز أحداث الأسبوع الأخير من السنة نستعرضها في هذه العناوين: أنيس بين وداع الطلاب واستقبال مبال خارج الأكاديمية، حنان تهدد بالرحيل ورفيال يهدئ العاصفة. ما برضى أزعلك، ما برضى تكون زعلانة، وما برضى تعملي هيك بحالك، ولا تكون معصبة ولا من حالك ولا من شيء. نسيم يطمح إلى العالمية ويغني بالصيني. محمد عباس ودينا ملك وملكة البشاعة في الأكاديمية. ملك الجبل هو ملكة جمال الأكاديمي لموسم 2015-2016. المقالب في الأكاديمية بين الفعل ورد الفعل. الطلاب يتكلمون مع أنفسهم. الجنون فنون. مش متخيلة إن أنت جيتي لي بجد. مدام ماري تفقد أعصابها وصبرها. ما بدي شوف منشفة بالأرض، بتعرف شو الميكروبات كلها موجودة بالأرض. الحنين يبكي الطلاب. مروان يعود طفلا في ديزني. الطلاب يحتفلون بالسنة الجديدة. تلك كانت آخر عناوين عام 2015. الليلة نستقبل معا السنة الجديدة بالأمنيات والفرح والأغنيات على المسرح الذي يجمعنا كلنا، مسرح ستار أكاديمي.